السلام عليكم مشاهدين الكرام. الجن طوائف كثيرة، فمنهم الكافرون ومنهم المسلمون الذين يؤمنون بالله سبحانه وبرسوله صلى الله عليه وسلم. فالكافرون من الجن يقومون بإغواء الإنسان عن عبادة الله سبحانه وتركه للعاصي وتوجيهه إلى الكفر. فالجن هو عدو الإنسان، لذلك حذرنا الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم منهم أشد الحذر. فالجن منهم طوائف يسرقون الإنس، وطوائف يقترنون بالإنسان ليقوموا بتخويفه وإبعاده عن الله عز وجل. ولكن الجن الأشد عداوة وأشد خطرا على الإنسان هو الجن العاشق، ذلك الجن الذي يقوم بنكاح المرأة أثناء نومها، وإذا كانت فتاة عزباء فهذا الجن يمنعها من الزواج، وإذا كانت متزوجة فهذا الجن يجعلها تنفر من زوجها والعياذ بالله. أخبرنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أن هذا الجن علاجه القرآن. روي من حديث عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فيكم مغربين. قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما المغربون؟ قال: الذين يشترك فيهم الجن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل عند إتيان زوجته أن يستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم حتى لا يجامع زوجته جني. وقال القرطبي رحمه الله: إذا جامع الرجل ولم يسم انطوى الشيطان على إحليله فجامع معه، فذلك قول الله تعالى: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فالله عز وجل جعل الجن يعيش بيننا ويختلط بنا، ولكن الله سبحانه أخبرنا بأن قراءة كتابه العزيز يجعل الجن كيده ضعيفا. فالجن يختار النساء بالأخص لأن إيمانهم ضعيف، فهو يدخل لهن الجن العاشق بعد أن يعجب بجسدها. ولا يقترن الجن العاشق بالمرأة المؤمنة المداومة على عبادة الله تعالى وقراءة كتابه القرآن الكريم وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالجن يقترن بالمرأة التي تقوم بالأفعال التي تغضب الله عز وجل، كأن تقوم بسماع الأغاني بشكل كبير، وأن تقف أمام المرآة لتعجب بجسدها، فيقترن بها الجن العاشق. فالجن جسم رقيق ولطيف يدخل جسم الإنسان، ولكن بإذن الله تعالى، ويقترن به، ويحدث النكاح بين هذا النوع من الجن وبين الإنس، ويقوم بنكاح المرأة أثناء نومها في غرفة مظلمة. ولكن هذا النكاح لا يحدث له هتك ولا ينجم عنه حمل. وكذلك إذا اقترنت الجنية الأنثى برجل من الإنس، فالمرأة قد تشعر بأن الجني يقوم بنكاحها، ويكون هذا مجرد رؤيا منامية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالجني قد يحب الإنسي كما يحب الإنسي الإنسي، وكما يحب الرجل المرأة والمرأة الرجل، ويغار عليه ويخدمه بأشياء، وإذا صار مع غيره فقد يعاقبه. وكل هذه الأمور يفعلها الجن العاشق، فيجعلها تكره الزواج، ويصبح لديها عدم الرغبة فيه، وقد تكره الفتاة الرجال، وقد يحدث عند المرأة المتزوجة نفور من الزوج، وتحدث الإفرازات والعصبية الزائدة، وإثارة المشاكل وسخونة الجسم، ولا تحب أن يلمسها زوجها بل حتى أبناؤها، وتكون محبة للوحدة. وتجد المرأة تحب أن تنام من دون ملابس، فهذا من أخطر الأسباب التي تجعل الجن العاشق يتمسك بها ويعجب بها. وقد يشعر الشخص كأن أحدا يرافقه وينام بجانبه، ويشعر مثل جسم خفي بجانبه على السرير، أو ثقل أو هواء أو نفس، كأن أحدا يتنفس. وبعض الرجال يجد شعرة امرأة على جسمه، وقد أثبت العلماء أنه من الممكن أن تكون هناك معاشرة حقيقية ما بين الرجل الجني والمرأة الإنسية. ولعل بعضهم أيضا يعتبر أن هذا نوع من الزنا، خاصة إذا كانت المرأة تشعر بشيء، فإن هذا كله والعياذ بالله يدل على أن هناك علاقة، وأن مثل هذه العلاقة محرمة شرعا،
خاصة إذا لم تخبر أحدا، وينبغي على هذه المرأة أن تعلم أن الذي يحدث بينها وبين الجني أمر محرم، وأنها عاصية لله تبارك وتعالى وخائنة لزوجها إن لم تذكر ذلك، ويجب عليها أن تتوب من هذه المعاصي، وأن ترفضها وأن تأباها وأن تنكرها وأن تتوقف عنها فورا، وأن تعلم أن هذه المعصية ستكلفها الكثير يوم العرض على الله تبارك وتعالى، فعليها بالتوبة إلى الله والاستغفار وقراءة القرآن الكريم. قال الله سبحانه وتعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وقال الله جل جلاله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. فالجن كما أخبرنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم كيده ضعيف، لن يقدر على المسلم القارئ القرآن والعابد لله عز وجل. لذلك عزيزة المسلمة، عزيز المسلم، تحصني وتحصن بالقرآن الكريم، وابتعدوا جميعا عن ارتكاب المعاصي وسماع الأغاني حتى تتجنبوا هذا الجني. نسأل الله تعالى أن يعيذنا من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، ومن شر أعوانه والجن الكافر أجمعين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام، فضلا وليس أمرا، إذا أعجبكم الفيديو نرجو أن تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى نستمر في عرض المزيد من الفيديوهات إن شاء الله تعالى.